السرير الاسعاف بسرعه بسرعه. يا سوليد بس يا سيدي، وفضل معاها طول الليل ده على كلام البواب. بس انا فوت عليها وانا جاي من السفر، لقيتها لوحدها. ما انت يعني، ما هو برضه الراجل اللي بيته وعياله اكيد يعني، الحب مش 24 ساعة يا ابن الكلب. ده انا كمان عرفت ان هو هداها عربية لما هو اخويا معاه فلوس وبيهادي كده، ما يدفع اللي عليه الاول. البيه عايش لمزاجه، عايش لمزاجه من فلوسه مش من فلوسنا احنا. يسدد اللي عليه الاول ويبقى يدلع نفسه براحته. انت عارف يا حسام ان ثابت ده طلع مشكلة كبيرة قوي وبلاويه كتير كمان. ده مصاحب ثلاث ستات متجوزين، ده غير بنت صغيرة احتمال كبير تكون قاصر. مش بياخد مننا عربيات ومأمنينه وما بيسددش كمان. خلي بالك احنا بتسهل معاه في السداد وبرضه ما بيسددش. حسام ثابت ده عايز قرصة ودن. لا قرصة ودن، ده عايز قطع رقبة، تسييح دم. عجبتك الأرض مش كده؟ هايلة نماذج، هايلة النموذج به ده جميل. أنا شايفة إنه أصلح واحد. هنكتبه باسمك. لا هنكتبها باسمي وباسمك. رحمة حبيبتي الفلوس دي بتاعتك، هنكتبها باسمك. الفلوس دي بتاعتك يعني؟ هو احنا في برضو بيننا فلوسي وفلوسك يا جمال؟ انا لو ملكت الدنيا كلها هكتبها باسمك حبيبتي. لو سمحت اكتب العقد باسم السيدة رحمة عبدالله القماشة. على بركة الله يا فندم. معقول انت بتعمله ده؟ حبيبتي انا كل اللي يهمني ان اطمن عليك. ربنا يخليك ليا يا جمال. لا تجيب لي الشوكولا تحيي بلاش يا ولا، راح ركع البطاطا يا بلاش يا ولا. اهلا، ازيك يا استاذ حسام؟ ازيك يا سناء، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضل يا استاذ حسام. ايه الاخبار؟ الحمد لله. اتفضل. شكرا. سناء روحي اعملي لنا حاجه نشربها. من عناية يا قبلتي. سوما حبي. لا يا شيخ. الله، في ايه مالك؟ ده ايه الكلام الحلو ده؟ هو ماله الكلام الحلو؟ لو مش عاجبك اقول لك كلام وحش. ياه، ايه ده كله مره واحده كده؟ ده انت مش مستحمله مني اي كلمه. في ايه؟ الله، في ايه انت يا راجل؟ مالك واخدني على الحامي كده؟ انا خدتك على الحامي؟ هو انا لسه اتكلمت ولا عملت معاكي اي حاجه؟ ليه بقى يا حبي؟ هو انا في حد يقدر يعمل معايا حاجه؟ ليه ان شاء الله؟ هو انت لو غلطتي مش من حق احاسبك ولا ايه؟ غلطت في ايه بقى ان شاء الله؟ لما الست تقرطص الراجل بتاعها وتدخل عندها في بيتها راجل نص الليل وتسهر معاه للصبح، يبقى ايه يا ست المزز؟ بقول لك ايه يا ابن البهوات، انا رقاصه، طلعت نزلت رقاصه، وانت بقى عرفتني وانا برقص في الكباريه مش وانا بدي محاضره في الجامعه. وده بقى نظام حياتي، بيتي يدخل فيه اللي على مزاجي. طب وانا؟ انت ده انت الحب كله يا حبي. مش كبيره عليا قوي دي؟ هي ايه دي بقى اللي كبيره؟ العمه، العمه اللي لبستها لي يا ست المزز. معاش ولا كان اللي يلبسك حاجة انت مش عايز تلبسها. وبعدين بقى سيبك من العمة دي، تعال معي، تعال معي وانا هنسيها لك. يا صبري اتأخرت ليه؟ معلش يا حاج، دماغي لفت ومشيت غلط. انت هنا من بدري؟ ورحت المدير وقلت له من قال له غرفه خاصه. اخويا اخويا يا حاج. طمني يا حاج. الف سلام عليك يا اخويا. ايه كويس، هيبقى كويس ان شاء الله. ما تخافوش. انت جرى يا حاج. تعالى يا اطمني يا فتحي، اطمني اخوكي زي الفل. هي الحالة كده مؤكدة؟ الكبد في حالة سيئة جدا،
الورم انتشر في الكبد كله وصل للقولون. مش ممكن. اقول لهم ايه؟ دول جايين يخلفوا وبيحلموا بعيل. اقول لهم ايه؟ ومسكوا اللي خبطوه؟ لا يا حاج، الامن بتاع المجموعه اتصل بالبوليس وجه عمل محضر بالواقع. يعني ما مسكوش اللي خبطوه؟ لا يا حاج، اللي خبطوه هربوا. المشكله انهم سرقوا شنطه الاوراق اللي كانت معاه. اوراق ايه؟ مستندات قطع الغيار اللي كنا بنتكلم عنها. ودي ايه اللي خلاه ياخدها معاه؟ كان واخد الشنطه فيه البيت ومعاها الاوراق عشان يكمل عليهم شغل. يعني اللي عملوا كده عملوه هم قاصدين؟ طبعا قاصدين يا حاج، وانا بقترح اننا نعمل بلاغ نتهمهم فيه. نتهمهم فيه؟ نتهمهم فيه بايه يا استاذ صبري؟ يعني ايه يا حاج؟ هنسكت؟ ايوه هتسكت يا استاذ صبري وتبلع لسانك كمان. الاوراق دي مش انت اللي واخدها وماضي عليها؟ طب هنعمل ايه يا حاج؟ هنسكت. بس لازم عنا ما تغفلش عنهم، نراقبهم كويس. الله لا إله إلا الله، هاتها جمايل وعدل المايل. يا الله يا الله يا الله، عدل المايل. خد كل يا شيخ غزال. انتي مين يا شطر؟ أنا رحمة. الله على رحمة ربنا. خد كل لقمة على مقصه. الله على رحمة ربنا. الله على رحمة ربنا. يا ستي بقى النادي اللي انا بقعد فيه كل يوم. جميل جدا، انت دايما بتيجي هنا؟ اه بعد الجامعه. اها قولي لي بقى، ايه اللي مخليكي جايباني على ملا وشي ومسربحاني كده ونزلت حتى ما عرفتش اكل ساندوتش؟ ما انت بتوحشيني يا رحمه، وبعدين كنت عايزه انزل اشتري شويه حاجات وما عرفتش انزل لوحدي. ايوه يا اختي، خديني في دوكه يا نعمه. انت ايه الروايه؟ اعترفي احسن لك، جايباني هنا ليه وايه الحكايه بالظبط؟ قولي. طب على فكرة بقى، كل صحابي عجبهم اللبس اللي انت جبتيهولي. عشان نبقى نسمع الكلام ونبطل معاوحة، وما تبقيش بقى تركني الهدوم الجديدة اللي جبناها وتفضلي معلقالي على الجينز اللي انت لابسه لي النهاردة. طب ممكن بقى اعزمك على الغدا عشان انت اديتي غداكي لعم غزال؟ انت عارفة عم غزال ده غريب قوي، بحس ان هو في دنيا تانية. هو فعلا تحسي انه في دنيا تانية، بس عارفة مديحة كلامه كله حكم. طب يلا نتغدى بقى. لا مش هينفع غدا، هشرب عصير معاكي واجري على البيت عشان بابا وجمال مستنيني على الغدا. ما انت بتتغدي معاهم كل يوم يا رحمه، اتغدي معايا النهارده. حاضر يا ستي، ما اقدرش ارفض لك طلب، دلعتي. معقول يرفض عرض زي ده؟ الراجل ده اما غبي او قوي جدا بحيث ان مش همه اي حد. انا خايف يا فندم لا يكون الراجل ده مسنود. مسنود من مين؟ من اي حد من اللي فوق. سعادتك عارف الناس اللي فوق دي بيبقى عندها رجالتها اللي بتشغلها. لا ما افتكرش، احنا عارفين كل حاجه وبيجينا التعليمات اللي بنراعي فيها ناس معينة. مفيش مرة جه فيها اسم الطيب بين الناس دي. خلاص يا فندم، يبقى نضرب ضربتنا واحنا مطمنين، وهو تبقى زي ما سعادتك قلت قرصة ودن جامدة شوية. أنا برضو لسه بفكر في خطة تانية، مش عايز أخسرها. خطط زي سعادتك. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا حبيبتي. أخبارك إيه؟ الحمد لله. تأخرت كده ليه؟ كنت مع مديحة، لفينا على شوية محلات كنت بشتري لها لبس. الدنيا زحمة بشكل مش ممكن يا بابا. على فكرة جمال تعبان شوية. مالك؟ ما تقلقيش، تقريبا واخد شوية برد في المعدة أو لخبط في الأكل. أنا عملت له كوباية نعناع سخن
شربها ونام من يجي نص ساعة. طب كويس أوي، هقوم أطمن عليه. سيبيه يرتاح. وبعدين أنت قلقانة كده ليه؟ ليه القلق ده كله؟ يا بابا جوزي ما قلقش عليه إزاي يعني؟ ربنا يخليكوا لبعض يا بنتي. ويخليك لينا يا حاج. على فكرة اللي بطنه وجعاه لما بيرجع بيروق وبيبقى زي الفل. هو رجع؟ أنا عكيت. أنت ليه صحيت يا حاج؟ مش كنت نايم؟ ريحت شوية بعدين قمت خدت دش فقت خلاص. طيب تعرف يا حاج أنا صعبان عليا قوي سليم، ربنا يقومه بالسلامة لإخواته يا رب. والله أنا سايبهم في المستشفى حالتهم تقطع القلب. ولا يوم ملهمش غيره، اللي جوزها مات واللي ما اتجوزتش من أصله. ربنا يخليه ليهم يا رب. إن شاء الله. مديحة ما نزلتش ليه؟ أهي نازلة أهي. إيه ده، أنت خارجة ولا إيه؟ مش هتقعدي معايا؟ لا خارجة. رايحة فين؟ رايحة أقابل ناس صحابي. يعني هم أصحابك دول ما يقدروش يستنوا شوية؟ اقعدي معايا. والله مش هينفع يا بابا، مش عايز اتاخر عليهم. باي باي ماما. باي باي يا حبيبه ماما. وايه يا اختي اللي هينفع ومش هينفع؟ اصحابها مستنيينها يا حاج. انت صحيت يا حبيبي؟ انا دخلت لقيتك نايم ما رديتش عليك. بابا قال لي انك تعبان ورجعت. انت خدت برد في معدتك ولا ايه؟ شويه مغص، لكن الحمد لله بقيت كويس. الحمد لله. المهم انت عملت ايه؟ ولا حاجة، قعدنا نلف على المحلات أنا ومديحة واشتريت لها حاجات حلوة قوي، وشفت حاجات ليا روعة بس مرضتش أشتري. لما في حاجة عجبتك ما اشتريتهاش ليه؟ ما أنا قلت بقى حبيبي هو اللي يختار لي. لما حبيبي يعجبه حاجة أكيد هتعجبني أنا كمان. خلاص بكرة تنزل تختار لي على ذوقك وتعزمني على العشاء. بس كده من عناية الاتنين. تسلم لي عنك يا حبيبي. جمال أنت تعبان؟ لا يا حبيبتي ما فيش حاجة. طب قوم نقعد مع بابا شوية وأنا هعمل لك حاجة دافية شوية. جمال الو هيا رافض الحقني، جمال تعبان قوي. اتاكدت انه بقى مستريح خالص وبعدين جيت على هنا على طول. طب الحمد لله. انا بقى اللي قضيت الكام ساعه اللي فاتوا دول اخر عكننه. ليه يا حاج؟ خير؟ عشان الميعاد بتاع الوزير. ايه انتظرت كتير عبل ما قابلته؟ لا انا رحت لقيته مستنيني. امال ايه اللي مضايق حضرتك؟ المقابله كلها تضايق وشكلها هترسي على مشاكل الفتره اللي جايه دي. حضرتك فهمت من كلامه كده؟ لا هو حاول يقول لي حاجه بس انا مش فاهمها، لكن كلام كله لف ودوران وانت عارف انا ماليش في الحاجات دي. ما احنا لازم يا حاج نفهم هو عايز ايه عشان ما يوقف لناش المراكب السايره. انت عاوزني اعمل له ايه؟ على العموم هو قال لي هيبعت لي حد عشان يفهمني. واضح من كلامه مع حضرتك انه ليه طلبات. هو انت فاهم ان انا هقعد اتفاوض معاه وخد وهات في كلام فاضي؟ بقولك يا حاج، الراجل ده ممكن يعمل لنا مشاكل كتير قوي، والاحسن اننا نفهم هو عايز ايه ونحاول نعمله له. انا طلبت اجتماع في غرفه الصناعه وهقعد مع عطلة عشان اعرف حقوقنا فين بالظبط. جمال تعبان قوي. ماله حصل له ايه؟ قعدت معاه شويه كان كويس وبعدين بدا يكح ورجع دم. انا مش فاهمه في ايه. طب اطمني، انا عارف هعمل له ايه. طب ما نوديه المستشفى احسن. استني بس شويه رحمه لما اشوفه الاول. استنى يا رافض، مال قلبك بارد كده ليه؟ بقول لك بيرجع دم. حاضر يا رحمه، خليك انت هنا انا هدخل اشوفه. رأفت يا بابا عارف حاجة ومخبيه علي. خبي ايه بس يا بنتي؟ لما قلت له لجمال بيرجع دم رد فعله كان غريب قوي، زي ما يكون متوقع ان ده هيحصل. هو اخوك الدكتور ولا انت؟ سيبيه يشوف شغله، ما تقلقيش. ما قلقش ازاي يا بابا؟ ده جمال، انا خايفة عليه قوي. ما تخافيش وهدي، ربنا يجيب العواقب سليمة ان شاء الله. امين يا رب.
عارفه ان الحب بيغير حاجات كتير قوي في الانسان. طب انت هتقعد تتكلم ومش هتاكل؟ انت قلت لي ان انت عازمني على الغدا، انا كده بتغدى لوحدي. انا كفايه عليا اقعد اتفرج عليك. طب ممكن بقى تبطل فرجه عليا وتاكل معايا؟ عارفه مديحه، بعد ما كنت طول الوقت بفكر في الشغل وصحابي والجيم والخروج، انا بجد ما بقتش اعمل اي حاجه من دول، وبقيت على طول قاعد لوحدي بفكر في حاجه واحده بس. انت عايز تقول لي حاجه؟ مش عارف. ايه مش عارف؟ مش عارف. انا كنت اكتر واحد عارف هو بيعمل ايه لحد اول مره شفتك فيها هنا صدفه، فاكراها؟ فاكره. هي دي الحقيقه. هي ايه؟ انا بحبك يا مديحه بجد، ما اقدرش اعيش من غيرك، مش هقدر ابعد عنك لحظه واحده. حبيبي عامل ايه دلوقتي؟ ألف سلامة عليك. سلامة. قلقتينا وقلقتيه على الفاضي، مفيش أي حاجة. ماله يا رأفت؟ شوية برد في المعدة. تعبانة يا رأفت. معلش معلش يا جمال، برد شديد شوية. الحقنة دي هتريحك وهتبقى زي الفل. إن شاء الله. يلا يا رحمة سيبيني أنام شوية. حاول تنام أنت يا جمال. يلا. طيب يا حبيبي لو احتجت حاجة انده عليا. هو ايه اللي بيحصل له ده؟ انا مش عايزك تقلقي نفسك يا رحمه. يعني عايزني اقعد مطمنه ومبسوطه وجوزي بيرجع دم؟ ما تكبريش الموضوع يا رحمه، وسيبيني اشوف الموضوع ده اخرته ايه بالظبط. طب تفتكر يعني عنده مثلا قرحه في المعده؟ في اسباب كتير ممكن تخلي الواحد يجيب دم من بقه، خصوصا انه ما كانش دم كتير. خلينا نعمل تحليلنا ونشوف عشان ما تقليش نفسك على الفاضي. ان شاء الله يا رب خير. ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني. السلام ورحمة. تعال يا محمود اقعد، اقعد يا حبيبي. اتفضل. انت مكسوف مني يا ابني ولا ايه؟ هو انت ما تعرفش ان ابوك كان غالي عندي قوي؟ الله يرحمه يا حاج. الله يرحمه الف رحمه ونور. ابنك الكبير دخل المدرسه ولا لسه؟ دخل السنه دي يا حاج. ما شاء الله ما شاء الله. والدتك عامله ايه يا ابني طمني؟ تعبان. بيسلموا عليك يا حاج. الله يسلمك يا ابني ويسلمهم، ربنا يصبرها ويصبركم جميعا يا حبيبي. يا محمود انا مش قلت لك تيجي عشان تستلم الشغل مكان ابوك؟ ابوك كان بيشتغل اهم شغلانه عندي في مصنع الحلاوه، وانا عايزك يا ابني تمسك الشغل مكانه. والله يا حاج انا من ايدك دي لايدك دي، بس لسه وقت الحاج مقصره فيا. ما هتفضل مقصره فيك على طول، مش هتسيبك، بس لازم تشتغل. سيبه يا حاج، الجدع مجروح في غالي. قوي قوي يا حاج. طيب انا هسيبك كمان اسبوع عشان خاطر عمك الحاج عبد الله، بس لازم تيجي تشتغل. ايه يا حبيبي عامل ايه دلوقتي؟ محدود محدود يا رحمه، حاسس ان جسمي كله بوجعني. عشان بس مش متعود على قعده البيت، بقالك سنين بتجري وبتتعب وشقيان، وهو ده اللي انا كنت بقوله لك. احنا لازم نعمل مشروع عشان احنا تعودنا على الشغل يا جمال. انا برضو ما قلتش صغير يا رحمة. يا حرام، عجوز ومكركب. ايه الكلام ده؟ خليك متفائل، الايام اللي جاية حلوة قوي ان شاء الله. تفتكري؟ يا ريت. ايه ده ايه ده؟ ايه التشاؤم ده؟ انت كده هتقلقني عليك. ما تقلقيش، انا بس مرهق ودايخ شوية وهبقى كويس ان شاء الله. رأفت قال إن الحقنة اللي اديها لك هتخليك تبقى كويس. هي فعلا ريحتني. دي كلها مسكنات يا رحمة. طب يلا حبيبي قوم ريح جسمك شوية على السرير. حاضر. يلا قوم أنا حسنك. Thank you.
ومجرد ما الباشا يخش شريك معاك طبعا هتضمن ان ما يبقاش في مشاكل بينك وبين الحكومه. ونتكلم بقى عن الجمارك والضرائب، ودي حاجات تفرق معاك كتير، وطبعا انت بتدفع عليها ملايين وملايين سنويا. طيب وهو اقصد سيادته يعني هيقدر يدخل شريك بقد ايه؟ لا انت اللي تقول، والباشا هيدفع فورا. يعني مثلا لو قلت ان الباشا هيخش ب 25% يبقى انت في الحاله دي بتعفي نفسك من اجراءات وفلوس بتدفع قد اللي الباشا هياخدها مرتين ثلاثه. اتكل على الله يا حاج وما تفكرش كتير، الفرصه ما بتجيش مرتين، واوعى تقول لا، لانك لو قلت لا مش عايز اقول لك ايه اللي ممكن يحصل. انا ما قلتش لا ولا حاجه، لكن الحقيقه انا عندي شركة لازم اشور عليهم. شركة؟ انا اول مره اعرف ان عندك شركة. ولادي هم شركائي واعضاء معايا في مجلس الاداره. على العموم شاوروا بعضكم وفكروا براحتكم. طيب عشان سيادته يبقى عارف، انا هضيف مصنع جديد للمجموعه. مصنع جديد؟ طبعا لو كل حاجه هتفضل زي ما هي ادخل معايا شريك ليه؟ استنى هنا يا ثابت، استنى استنى وكلمني كلام واحد لمراته. هو انت بجد صدقتي ان انا وانت واحد ومراته؟ ما انت عارف انا اتجوزتك ازاي. انا لو واحده من الشارع يا ثابت مش هتعملها المعامله دي. انت ليه بتنتقم مني؟ انا ايه اللي انا عملته معك وحش؟ ثابت انا بحبك، عارف يعني ايه بحبك؟ يا ستي حبيني زي ما انت عايزه بس ما تقرفنيش. اقرفك انت ايه يا اخي؟ ما عندكش قلب ولا احساس؟ انا مراتك وام ولادك، يعني ليه حقوق عندك؟ عارف يعني ليه حقوق عندك ازاي؟ باختصار كده يا سلوى انت مالكيش اي حقوق، بالذات في البيت ده. وعلى فكره بقى انا خارج، وخارج اقابل واحده ست. بتقولي الكلام ده فوش يا ثابت؟ انا للدرجات ماليش قيمه عندك؟ لا مالكيش، ولولا ولادك ما كنتيش تقعدي في البيت ده لحظه واحده، واحمدي ربنا ان انا لسه متجوزك. ضحك عليا يا طنط وقال لي بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك، صدقته وانا دلوقتي حامل مش عارف اعمل ايه. لو سبتي حامل يا لهوي. ايه اللي هببته يا سي قرف؟ يا بابا مش كل واحده تيجي تقول لك كلمتين تقوم تصدقها. كل واحده دي؟ دي بنت مرات فؤاد اللي بيشتغل معانا، ناس كويسين ونعرفهم. يعني هي عشان اهلها نعرفهم تبقى بنت كويسه؟ الله يخرب بيتك، دي بتقول انها حامل منك. يعني حصل. طب يا حبيبي لازم تتجوزها. اتجوزها؟ ايوه هتتجوزها ورجلك فوق رقبتك. أنا خارج يا حاج، هروح أخلص شوية حاجات لمصنع الزيوت. طيب أنا كمان خارج. إيه؟ على فين؟ هروح لثابت أفندي. خير إن شاء الله. أحكي له على حكاية الوزير دي، هو لازم يبقى عارف هو وأخوه يمكن يتنحرروا. وأنت ماشي تعدي على إخوات سليم تشوفهم إذا كانوا عايزين حاجة. سلام ورحمة الله. أهلا يا بيه. أهلا يا أهلا. ثابت موجود؟ دي واحدة بس يا بيه وأنا أديهولك. أديهاله ليه؟ ما أنا هدخل له. مش هينفع عليه أنا هنا بنفذ تعليماته. طب روح أديهاله. أهلا أهلا، إزيك يا بابا؟ منور.
اخبار الشغل ايه؟ لا لا الحمد لله تمام. وانت عندك حد؟ دي زبونة. زبونة؟ ازيك يا حاج ابراهيم؟ اهلا يا ست ليلى. اهلا بيك يا حاج. طيب استاذن انا بقى يا حاج. وانت الزبائن اللي بيقولك بتطلعهم فوق؟ يعني انا مش جاي افتش عليك، انا كنت جاي عشان اخد رايك في موضوع انت واخوك يهمنا كلنا. تحت امرك يا بابا. الا حضرتك تعرف لنا رقصه منين؟ اشمعنى انت بتسهر في كبريهات؟ انت شايف ايه؟ مش عارف. مش عارف؟ انت فاكر ان ديلي نجس زيك؟ امال حضرتك عرفتها ازاي؟ دي بتقول انها تعرفك كويس. طب ما انا كل اللي يعرفوني بيعرفوني كويس. يعني ليلى من الناس اللي تعرف حضرتك؟ يا ابني انا مش فاهم. انا جاي لك بقول لك انا عاوزك في حاجه مهمه لينا كلنا. تقوم انت تسالني عن رقاصه وسين وجيم؟ وانت مش فالح غير في الهلس ولا ايه؟ يا شيخ جتك القرف. انا اظهر ما خلفتش رجاله. هو مين اللي يزعل، انا ولا هو؟ عاوزك دكتور دقيقه واحده بره. اتفضل يا دكتور. اطمن حبيبي، ان شاء الله التحليل هتطلع كويسه وهنطمن عليك. انا مش قلقان طول ما انت جنبي. انا ربنا يخليك لي. انا هطلع انا بابا نتكلم مع رفض عشان اطمن. ارتاح. رفض بقاله مده واقف مع الدكاتره وعمال يتكلم، مش يجي يقول لنا في ايه ويطمنا؟ ما دي العيشه يا بنتي. هو جاب الاخصائيين دولت من بره المستشفى، هيعرف ايه المطلوب وهيقول لنا. ربنا يستر. ادخل اول حاله لحضرتك يا دكتور؟ انا مش هقدر اشتغل النهارده. حولي المرضى بتوع للدكتور مدحت. أنا تعبان جدا. حاضر يا فندم. مالك يا رفض؟ الممرضة بتقول انك حولت كل الحالات بتاعتك لدكتور مدحت. فيك ايه؟ بص يا اخويا، انا صحيح ست، بس مش الست اللي جناحها مكسور. انا اختك اللي فضلت جنبك ووقفت معاك وقوتك لغاية ما بقيت الدكتور رأفت. ممكن اضعف وممكن اتهز، بس ده عادي، ده الحجر بيتهز، بس عمري ما وقعت. ربنا يقويك يا رحمه. ان شاء الله هيقويني، بس مش عارف الاول هيقويني على ايه وهيجرى لي ايه. قولي ايه اللي انت مخبي عليا؟ مخبي عليكي؟ مخبي ايه يعني؟ الحقيقة. هيبقى كويس إن شاء الله. إزاي؟ أنت من أول يوم وأنت رد فعلك كان غريب، ما كنتش فاهماك، بس زي ما تكون فاهم، عارف، متأكد من حاجة أنا مش فاهماها. مش عايز تقولي الحقيقة ليه؟ جمال فيه حاجة فيه، أنا مش دكتورة بس عارفة جمال حالته مش سهلة. مش عارفة، أنا قلبي مش مطمن وأنت مش عايز تريحني. مش هخبي يا رحمة، مش هخبي.
جمال تعبان، محتاج مننا اننا نقف جنبه، ربنا هو الشافي المعافي. اكيد ربنا هو الشافي، بس عنده ايه؟ اورام في الكبد. لولا الاختبارات اللي كنا بنعملها عشان موضوع الحمل كناش خدنا بالنا منها خالص. ما هو مش هسيبك الا لما تقولي لي تعرفها ابويا منين. اساله انت. طب ما تقولي لي انت. ما تحاولش معايا يا ثابت. يعني ايه؟ في بينك وبين بابا اسرار؟ تقدر تقول كده. ويا ترى ايه الاسرار اللي ممكن تبقى بين الحاج ابراهيم الطيب وبين واحده ارتست زيك؟ انت بتتريق يا ثابت؟ طب خلاص خلاص ما تزعليش، استني كده واحده واحده عليا. خرب بيتك وانت حلوه قوي النهارده. مش هستنى عشان مش فاضيالك، ورايا شغل. يلا بقى اتفضل وريني عرض كتافك. خلي بالك من السلمة دي يا ام حسن. حاضر يا حاج. القهوة يا حاج. شكرا. مش عايزين حاجة تانية؟ تسلم ايديك. كتر خيرك. اتفضل يا حاج. مديحة ما نزلتش ليه؟ بتلبس ونازلة على طول. اتأخرت زي امبارح؟ ما اتأخرتش ولا حاجة يا حاج. يا فردوس لازم تبقي عارفة كل حاجة عن بنتك بالظبط. ايه اللي مأخرها؟ ايه اللي شغلها؟ عاملة ايه في الدراسة؟ عاملة ايه؟ ماشية في دراستها زي الفل. بلاش يا ست الدراسة. يعني انت تعرفي عنها كل حاجة؟ الله، انا عارفة عنها كل حاجة يا حاج. مالك في ايه؟ ما تفهمني. يعني انت عارفة كل حاجة عنها؟ تعرف مين؟ مصاحبة مين؟ الحاجات دي. ايه يا حاج؟ جرالك ايه؟ ما تفهمني. ما انت عارف كل صحباتها سلمى و... ستي انا ما بتكلمش عن البنات، انا بتكلم عن الولاد الرجاله. رجاله؟ عيب يا حاج، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بنتنا متربيه كويس يا حاج. هو في بنت في الجامعه ملهاش زملاء؟ مالك يا حاج، مالك ومال البنت اليومين دول؟ في ايه ما تفهمني. خايف عليها فردوس، خايف. اهلا يا سيد. ازيك يا طنط؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ ايه الاخبار؟ تمام. انا متشكر قوي ان انت كلمتيني. ربنا يا ابني يهدي سركم ان شاء الله. يا رب. امال هي فين؟ موجوده جوه. اتفضل. خد الطبق اهو. قولي برافو مامي. حسن ازيك؟ ايه بتعك في ايه؟ ازيك يا ابراهيم؟ ما يبقاش قلبك اسود بقى يا سلوى، ده الواحد لما بيحصل له مشكله بينسى بعديها بساعه. وانت ما شاء الله عدت ساعات ولسه زعلانه زي ما انت. طب شوف انا جبت لك ايه. العلبه دي فيها اجمل برفان في الدنيا، لان اللي بتحبه اجمل ست انا بحبها في حياتي. عارفها الست اللي قلبها اسود وما بتنساش، ولا انت ما تعرفهاش؟ تخيلي انا بمجرد ما بشم الريحه دي معرفش ايه اللي بيحصل لي، بتكهرب وبسمع صوت عصافير وقلبي بيدق وما ببقاش عارف مالي. لانك بتستخدميه من ساعه معرفتك. ولما انت يا استاذ مهتم قوي كده ومشاعرك بتتحرك لما بتشم ريحه البرفان بتاعي، امال بتعمل معايا كده ليه؟ ولا هو كلامه خلاص يا ثابت؟ لا يا سلو، مش كلامه خلاص. انت عارفه كويس ان انا ما اقدرش استغنى عنك ولا استغنى عن الولاد. والله يا ثابت تصرفاتك ما بقتش مخلياني عارفه اعمل اي حاجه. طب خلاص بقى هات الولاد ويلا نروح على بيتنا بقى. بحبك يا بت. طب من غير يا بت. 3000 سولد. أنا برا. أنا جيت. فول إس. بعد إذنكم.
تحب تستلف فلوس تاني؟ لا شكرا. هو استلفت منك كم؟ 20,000. لا كفايه كده. خسر كتير قوي الليله دي. ما كانش المفروض يكمل ما دام بدا الليله خسران كده. كان لازم يلعب والا ما كانش هيعرف ينام. باكي انت هنا من بدري؟ من اول شوت من الاستاف. استاف ايه؟ دي حاجه الانفلونزا. ما انا عارفها، حتى بالاماره اسمها هروين. يعني فلوس البوتيك كلها رايحة على المزاج، كل ما اسألك تقولي بنخسر. الحقيقة اللي احنا بندفع دم قلبنا للديدر اللي بيجيب حضرتك المزاج. طب يا ست هاني، أنا كل الفلوس اللي معايا بخي خلاص، راحت تحت على الترابيزة. تقدري تقولي لي بقى هجيب لك منين عشان خاطر تشمي؟ وترد عليا. باكي. 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 يا دكتور.